السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تنشئ شخصية غير حقيقية عشان تستخدمها مثلا في عرض تقديمي او في مقطع فيديو، الموقع ده ممتاز في القصرية. كل عليك ان انت تحدد هل انا مثلا عايزها ميل ولا في ميل، تمام، وعايز السن في حدود سنة، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. طب انت عايزه مثلا اسيوي، وتقول له جنريت، فيبدأ يكون لك الصورة دي. الصورة دي مش لشخص حقيقي، يعني هو مش بيدور على النت ويجيب لك شخص حقيقي، لا، هو بيعمل لها جنريت او كرييت من خلال الخوارزميات اللي انت بتحددها، تمام. دي طبعا الحاجات الاساسيه، انما ممكن تعمل له حاجه ادفانسد شويه، تمام. تقدر ان انت مثلا سيد يعني ايه، كل صوره بيبقى ليها رقم اللي هو الرقم دوت، فانت ممكن تاخد الرقم ده وتطور فيه. يعني انا هاخد الرقم دوت واقول له ايه، خليه يكبر شويه، خليه يصغر شويه، خليه يبقى افريكان، الوجه بتاعه عامل ازاي، الشعر بتاعه عامل ازاي، طول له شعره مثلا، تمام. وهكذا تبدأ ان انت تغير في الشكل لحد ما توصل للي انت عايزه. لو في اي شكل عايزه تروح انت قايل له ايه، اعمل خد السيت وخليه يطور عليها. لو عجبتك الصورة فتقدر ان انت تحملها، فده هيفيدك ان انت تكون شخصية ملهاش حقوق ملكية. تقدر ان انت بعد كده تدخلها على برامج بتخليها انها تتكلم، يعني تديها تكست فيبدأ يخلي الشكل ده يتكلم الكلام اللي انت عايزه. فده بس مجرد هنشيل لك الوجه اللي انت هتستخدمه بعد كده. ممكن تقول له باتش يعني عايز كمية كبيرة جدا من الصور مرة واحدة، بتقول له مثلا عايز العمر اي حاجة، عايز النوعية اي حاجة، عايز الشكل بتاعه او الانتماء العرقي بتاعه، وهكذا يبدأ يعمل لك الصور دي كلها مرة واحدة، تمام. بيقول لك اعمل لوج ان عشان يعمل لك مثلا 100 صورة مرة واحدة، تقدر بعد كده تنزلهم وتستخدمهم في مواقع وبرامج أخرى.